اللي احنا بنشوفه النهارده من الامكانيات اللي موجوده في مستشفى اهل مصر الحقيقه هي تستدعي ان كل المجتمع المدني اللي هو هام جدا للدوله، ان الدوله لا تستطيع انها تعمل كل شيء بنفسها. الكوادر اللي موجوده هنا مؤهله بشكل كبير جدا، الامكانيات والتجهيزات الطبيه على اعلى مستوى. نستطيع ان احنا نقول ان واحنا مهتمين بملف علاج الحروق بشكل كبير جدا على مستوى وزاره الصحه، سواء من خلال اقسام مؤهله للحروق في مستشفيات الوزارة أو أيضا في مستشفيات بشكل عام زي مستشفى في القناطر الخيرية وزي أو في أليوب، وزي مستشفى عندنا قسم كبير جدا بتعمل النهاردة في بورسعيد في مستشفى السلام، وكتير من الأقسام طبعا مع المستشفيات الجامعية. التكامل والترابط ما بين هيئة الإسعاف وإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة مع مستشفيات زي هنا، كل ده بيتربط مع بعضه لصالح المريض المصري. فإحنا موجودين في صرح متميز، بشكر القائمين على هذا العمل الخيري المؤسسي الرائع. يمكن ديزاين المستشفى هنا مختلف تماما عن اي مستشفى تانية، وده حتى اللي اشاد بيه سياده الوزير النهارده، ازاي انه نفس الديزاين بالكفاءات الطبيه الموجوده، بالكواليتي الموجوده، بالانفكشن كنترول، ازاي ده بيتيح لنا الفرصه ان احنا نقدر نحافظ على روح مريض الحروق، لانه من اكثر الاسباب اللي بتؤدي للوفاه مع مريض الحروق هو الانفكشن او العدوى اللي بتحصل له. فبالتالي وجود كفاءات وكوادر طبية على أعلى مستوى صرح زي ده بيساعدنا كمان إن احنا نقلل من نسبة الإعاقة اللي ممكن تصيب مرضى الحروق بعد كده بسبب الإصابات بتاعتهم. هو حاليا من ساعة ما ابتدينا من شهرين دلوقتي سابلنا 400 حالة، واحنا ادينا لهم رعايه متكامله من جميع التخصصات، واحنا فخورين بالمجهود الكبير اللي احنا عملناه. ومعالي الوزير شاركنا النهارده ان هو شاف كل المستشفى والامكانيات اللي احنا عندنا. دي امكانيات مش موجوده حتى في اوروبا، وده هو عارف نظام الحروق بره ازاي، فهو قدر الكميه المجهود الكبير للتصميم والرعايه اللي احنا بنقدمها. كتير من الناس ما يعرفوش ان مؤسسه اهل مصر من وقت انشائها في 2015 وهي بتدعم مصابين الحروق، وكانت بتعالجهم من خلال اقسام الحروق في مستشفيات اخرى. مع تاريخ افتتاح المستشفى بدانا نعمل اعاده تقييم لهذه الحالات المسجله اللي بيوصل عددها ل 13,000 حالة، عشان تبدأ تكمل رحلة علاجها في مستشفى حروق أهل مصر. الحالات الجديدة اللي احنا استقبلناها كان منها حالات معقدة جدا طبيا، الحمد لله قدرنا نتعامل معاها. كان في حالات لها أبعاد إنسانية ومجتمعية لا يمكن تجاهلها، توقفنا عندها بكل اهتمام، وبمعاونة الجهات الرسمية قدرنا نتعامل فيها بشكل جيد. مريض الحروق بيحتاج كذا تخصص، من جراحة ورعاية وعلاج ألم وتغذية، الكلام ده كله بيبتدي on day one في أول يوم. وجود مكان مجهز يعني كمبنى وكأجهزة، ولكن الأهم من كل ده كطاقم طبي موجود على مدار 24 ساعة، دي أهم حاجة في إنقاذ حياة العيان. إن كل التخصصات تبتدي في العلاج بتاع المريض في أول ساعات، وكل ما كان بدري كل ما كان أحسن.